لك واضح، القرآن قال هذا واضح، نعم واضح واضح واضح، وهو في عين وضوحه يؤكد لك أن هذا المقلد الذنب الذيل التابع إنما اتبع وقلد بعد إيه؟ إخوتي وأخواتي يعودون فيقولون والقرآن أيضاً غاص بالآيات التي تؤكد أن الأتباع مصيرهم مصير متبوعيهم وأن الأذناب مآلهم مآل رؤوسهم وأن من تابع السادات والكبراء في كفرهم وعلى كفرهم لم يشفع له يوم القيامة أنه كان مستضعفا وأنه كان ذنبا أو كان ذيلا وأنه إنما قلد وسار أي فيما سار فيه غيره القرآن يقر هذا أنهم في جهنم والعياذ بالله أه؟ أبداً اتيهم عذابا ضعفا من النار بقولوا يا رب هم اضلونا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ولكن لا بعدين ايه اذ تبرا الذين اتبعوا المتبوع السادات والكبراء من الذين اتبعوا طيب وايش بصير الاتباع الذين اتبعوا في جهنم مع الذين اتبعوا القران يقول قال شوف يا عدنان ابراهيم القران واضح وانت جاي توسع في باب الاعذار توسع توسع توسع, توسع. كما قال ابن سينا واستوسع رحمه الله استوسع انت تستوسع قاعد تبالغ لا لا يجوز ان تبالغ اكثر مما ايش؟ حدد القرآن، القرآن قائل اتباع مع المتبوعين مع؟ ورأوا العذاب ما في وتقطعت بهم الاسباب كله كله في جهنم والعياذ بالله اه في جهنم لكن لا اله الا الله مره اخرى وبعدين ايه؟ يحملون أي ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه مين؟ المضلين ومن أوزار الذين يضلون المضلين الضال ومن أضل ها أه؟ الضال ها أه؟ الغاوي ومن أغوى غاوي ومغون وغاون إيه بإغواء إيه الأول كلهم في جهنم الله قال ليحملوا أوزارهم ها أه؟ أه؟ كامل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون شوف القرآن حتى دقيق قال ومن أوزار ها أه؟ من أوزار الأتباع مش كل أوزار الأتباع شوف عدل لانه هذا رب عدل الله له بقدر بقدر ما تسببوا في اضلالهم ثم يتحاملون جميعا الوزر على ان هؤلاء لهم وزرهم الكامل وهؤلاء ايضا يحملون وزرهم كامل ويتحاملان كلاهما الفريقان او ايه الشخصان ها القدر المشترك القرآن عجيب ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم اثقالهم هم واثقال الذين اضلوهم ايضا بغير علم يقول لك واضح القران قال هذا واضح نعم واضح 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 وهو في عين وضوحه يؤكد لك ان هذا المقلد الذنب الذيل التابع انما اتبع وقلد بعد ايه؟ ان تبين له الهدى وقامت عليه الحجه وجاءه الهدى وجاءه الذكر لماذا جعلنا القرآن عظيم نؤمن ببعضه ونسكت لا أقول نكفر أعوذ بالله أعوذ الأمة من أن تكفر بكتابها لكن نسكت عن بعض الآخر الذي لا يخدمنا في الحجاج وفي الاستدلال هل يجوز؟ نحن نريد الحقيقة هذه الحقيقة في الأخير صدقوني لا تخدم أن الناس تبقى في الكفر كما إيه؟ يتراقع بعضهم إطلاقا أعوذ بالله ولا تخدم كذا وكذا إنما تخدم شيئا واحدا تقرير عدالة الله ورحمة الله بطريقة تشعر الفطرة المُستقيمة غير المُروَّثة الطهور أن هذا ما يليق بالجناب الأقدس لا إله إلا هو يقول لك هذا نعم أهل وسهلا لكن التعصبات والتزمُّتات التي دون ذلك قد يتطرَّق من خلالها وبسببها الشك وربما أكثر من الشك إلى النفوس إيه اللينة البسيطة وخاصة من الناشية وخاصة من الناشية ولذلك أنحن صددناكم يقول المستكبرون المتبوعون أه للمستضعفين، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم لكنه الإجرام، أنتم كنتم مجرمين أنتم، تركتوا الحقيقة ولذلك حتى هو الضال هذا ماذا يقول؟ أه؟ ماذا يقول؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني من بعد ما تبين لهم الهدى وجاءهم البينات القرآن غاص وطافح بتقليل هذا المعنى ولذلك لا عذر للتابع والذيل والذنب والمقلد أيها الإخوة لماذا؟ لا عذر لأنه قامت عليه الحجة وتبين له الهدى وجاءته البينات وجاءه الذكر بل إن مجرد كلمة أضلني وأضلونا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل مجرد كلمة أضلونا بالله عليكم ألا تشي برأسها بمجردها بأي؟ بأن الحق كان مستبينا وبأن المحجة كانت واضحة لائحة طبعا ولذلك أضلك عنها لو لم تكن المحجة واضحة الطريق يعني أه؟ والمهيع إيه؟ ما شاء الله وسيعا بينا مضيعا بيضاء ليلها كان هارها هل يقال أضلني؟ عن ماذا أضلك؟ عما لم تفهمه؟ عما لم ينثل صدرك به؟ أضلك عن الحقيقة الناصعة هذه اللفظة وحدها أيها الأخوة كافية للجواب عن مثل هذه إيه؟ الاستدلالات، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقه ورشدا، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تضلنا بعد اذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، انك انت الوهاب، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اهد شبابنا وشوابنا كبارنا وصغارنا عالمنا وجاهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين واجمعنا على الهدى اللهم اجمعنا على الهدى المستقيم واجعلنا من دعاه الهدى هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وعدوا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم وامتنا على حبك يا رب العالمين واجزنا به الفراديس العُلى من جنات النعيم رفقه محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وسائر النبيين والمرسلين والعرفاء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم